دائما يا إخواني ويا أحبتي، تبرؤوا من حولكم وطولكم وقوتكم وعدتكم وعتادكم إلى حول الله وقوته وعدته وعتاده. لا تعتمد على نفسك في شيء، لا في قوة ولا في مال ولا في جاه ولا في سلطان ولا في شيء. أحل الأمر دائما إلى الله تبارك وتعالى، أحل الأمر في ذلك إلى الله تبارك وتعالى، وقل: اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. والله وبالله وتالله، من يقول هذه الكلمات وهي مجربة، من يقول هذه الكلمات والله سيفتح عليه. لو كان عندك محاضرة، لو كان عندك صلاة بالناس، لو كان عندك أي أمر تهتم له، لو كان عندك أي أمر يشغل ذهنك، لو كان عندك أي أمر يحزبك، التجئ بالله وتبرأ من حولك وقوتك وطولك إلى حول الله وقوته، والله ستجد من فتح الله ونصره وتأييده وفضله وبركته ما لا يخطر لك على بال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وأحسن حال. فيديو جديد وروتين جديد وروتين قوي جدا جدا. طبعا شفت الأوضة اللي كانت معايا دي، أو اللي وريتها لكم دلوقتي، شفت المنظر. الأوضة دي يا جماعة أوضة الخبيث زي ما شفتوا، طبعا حاطين فيها الفرن، دي أوضة الخبيث. بقالنا حوالي يعني بصوا أكتر من سنتين الأوضة دي ما دخلناهاش خالص، فما حدش يستغرب للمنظر اللي انتم شايفينه ده والكمية التراب والحاجات اللي فيها دي. طبعا العيال كانوا حاطين فيها كتب وحاجات من دي، وكنا حاطين بصوا زي ما انتم شايفين كده، هتشوفوا كل حاجة بتفاصيلها معايا دلوقتي، وهقول لكم وهحكي لكم كل حاجة خلال الفيديو. بس طبعا قبل ما ندخل في الفيديو، بالله عليكم الفيديو ده تعبني جدا جدا، ولو ملاحظين صوتي فيه متغير كده، داخلة كده على دور الانفلونزا الحمد لله. يعني بصوا الحمد لله الله المستعان. طبعا بعد ما خلصت الأوضة دي طبعا عرقت جامد، وجيت وقفت كده مع سلفتي، كنت واقفة في الهوا، فتقريبا كده الهوا خبطني، فربنا يستر كده داخلة على دور الانفلونزا الله المستعان. دعواتكم بقى. المهم الأوضة دي بصوا زي ما انتوا شايفين الورق والكراريس وكتب وحاجات ومحتاجات حاجات بقالها، والله انا كنت بلملم كده في الحاجة وخايفة. طبعا طبعا احنا رشينها، برشها بودرة طبعا وحاجات زي دي، علشان لو في اي حشرات اي حاجة في الأوضة بتموت، يعني ما يعني ما بنديهاش فرصة بمعنى اصح ان هي تتعايش في الأوضة. يعني الأوضة دي زي ما قلت لكم احنا بقالنا، انا بقالي حوالي اكتر من سنتين يا جماعه ما خبستش عيش خالص. حتى لما بحب اعمل مثلا بسكوت، اعمل اسمه ايه ده فايش، اعمل فطير للعيال، يعني اي حاجه بعملها الصراحه على فرن البوتاجاز او فرن الكهرباء في المطبخ. بقالي اكتر من سنتين ما طلعتش الاوضه، يعني ممكن اطلع وانزل بس ما طلعتش وخبست على الفرن ده خالص. فزي ما تشوفوا كده الاوضه بصوا شبه مهجوره يعني، فطبعا هنطلع منها كميه حاجات دلوقتي مع بعض. خليكم كده معايا في الفيديو صحصحوا، يا ريت ويا ريت لايك وشير وسبسكرايب لو مش مشتركين. طبعا شرفني اشتراككم وانضمامكم لعيلتنا المتواضعه، اشتركوا وفعلوا الجرس، فعلوا اول جرس اللي هو جرس التنبيهات، اللي هو جرس الكل بمعنى اصح، اللي فيه علامتين كده زي الودان كده، الجرس ابو ودان ده، عشان يوصلكم مننا كل جديد. ويا ريت بقى ما تجروش الفيديو، علشان انا ملاحظه كده ان في شويه كده من حبايبنا بيجروا الفيديو، يا ريت ما تجروش الفيديو علشان يعني بصوا الفيديو بجد مليان كده تشويق ومليان، بصوا خليها مفاجآت، مليان بالمفاجآت. وهقول لكم برضو خلال الفيديو انا بعمل كده ليه، وايه الخطوه الجايه ان شاء الله اللي هنعملها مع بعض الله المستعان. بس دعواتكم ليا، بالله عليكم دعواتكم ليا. تمام كده بصوا بقى، اول حاجه نظفت البلكونه كويس زي ما انتوا شفتوها كده، وشلت طبعا شلت لميت الكتب والكراريس لوحدها، وطبعا هلم التراب والحاجات دي كلها ايه لوحدها. هبتدي بقى انظف البلكونه كويس جدا. ليه؟ عشان هدخل فيها النمليه اللي انتم شفتوها في اول الفيديو. طب هتدخليها ليه في البلكونه؟ هقول لكم برضو كل حاجه في وقتها يا جماعه
اصبروا بس على رزقكم. بس طبعا صلوا على النبي كده وانتم قاعدين واذكروا الله برضو، حتى لو انتم بتتفرجوا عليا، بتتفرجوا على اي حد على اليوتيوب، خلي برضو يعني خليكم كده دايما تجددوا النيه وانتم قاعدين، استغفروا استغفروا. الاستغفار على فكره بيفتح كل الابواب المتقفله. لو نفسك تتجوزي استغفري، لو نفسك في ولد ربنا يعني لسه ما اذنش ليكي بالخلفه استغفري وادعي ربنا بالخلف الصالح. لو نفسك تنجحي في الثانويه او في الامتحانات، نفسك تدخلي كليه معينه استغفري. نفسك كده في اي حاجه في الدنيا، نفسك ربنا يفتحها عليك، ربنا يرزقك من واسع، وربنا يقضي عنكم الدين، اي حاجه استغفروا. الاستغفار ده يا جماعه سحر، سحر اقسم لكم بالله سحر. وانا طبعا ربنا ما بيتجربش، بس فعلا الموضوع ده فرق معايا كتير قوي في حياتي، وان شاء الله برضه هبقى يعني ايه، هبقى احكي لكم عن المواضيع دي تباعا. طبعا دي ساره جايه واقفه كده قصادي، يعني هي مش بتساعدني، يعني هي جايه عامله نفسها قال يعني هتساعدني، بس طبعا كان ليها طلبات تانية خالص. اول ما خدت الطلب بتاعها هوب ما لقيتهاش على طول، يعني كله خلع مني. طيب دلوقتي هعمل ايه بقى؟ انا نظفت البلكونه وظبطتها ونظفتها كويس جدا، ما خليتش فيها حتى شويه تراب. المهم بقى هبتدي ايه، ادخل فيها النمليه دي. النمليه دي يا جماعه كانت بتاعه حماه الله يرحمها، فغالي علينا قوي قوي، يعني غالي علي انا وسلفتي جدا يعني، فمش عايزين نفرط فيها خالص. بنحطها حطينا فوق يعني كده في فوق في السطوح يعني، او في الشقة اللي فوق دي بنحطها، بنحط عليها عيش بقى، بنفرش عليها بلح اي حاجه. المهم انا دلوقتي هدخلها في البلكونه هنا. ليه بقى؟ علشان انا عايزه لما هاجي اعمل العيش الشمسي ان شاء الله بامر الله، ادعوا لي كده بالصحه يعني بعد العمله اللي انا عملتها في نفسي دي الحمد لله. بصوا احطها هنا في البلكونه، بحيث ان انا لما بحط احط عيش احطه على على ايه، على السور بتاع البلكونه هنا، واحط هنا برضو على النمليه دي، لان طبعا الشمس لما هتنزل مش هتنزل في البلكونه من تحت، هتنزل على الحيطان بس. فطبعا احط على السور واحط ايه على النمليه بالشكل ده. طبعا ده البرش القديم بتاعنا ده هشيله طبعا، نفضته. ممكن ده بنفرش عليه ببلح بقى عشان ينشف اي حاجه، مش بنحط عليه العيش طبعا لان ده اتبهدل خالص يعني ملوش لازمه. تمام. هنا بصوا بقى الشجره دي، بصوا لو خدت بالكم دي سلفتي، ما رضيتش اقطع الحته دي، الحته دي بصوا عشان تعرفوا بس اقول ايه، النداله سابتني وسط الخطر، والله سابتني وسط الخطر. كانت جايه هتساعدني اول ما لقيت الشكاره، الشكاره دي يعني بقى لها كتير محطوطه فوق، هي بتاعتها على فكره، الشكاره دي فيها رده، فهي بقى لها فتره محطوطه، فتقريبا كده الشكاره دابت. قلت لها تعالي شد، يعني تعالي نشد مع بعض الحاجات، نشيل مع بعض الحاجات دي. فاول ما جت لقيت الشكاره اتقطعت، قالت لا ما اعرفكيش راحت سايباني وخارجه. شفتوا بقى؟ يلا الحمد لله. هي بص مش عايزه تبان اساسا في التصوير، فقالت لي لا، اول ما عرفت ان انا بصور راحت واخده بعضها ايه وخرجت، قالت لي لا 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 انا مش عايزه اتصور، راحت واخده بعضها ايه وخرجت. طيب الحمد لله، يعني احنا الحمد لله يعني بعض برضو كويسين مع بعض، والحمد لله بنساعد بعض في اي حاجه، يعني هي عندها حاجه اساعدها فيها، هي انا عندي حاجه تساعدني فيها كده يعني الحمد لله. المهم طبعا رحت لميت لها الرده بتاعتها دي وهخرجها لها بره دلوقتي، وبرضو في حاجات تاني، وفي هتلاقوا في برطمانات بلح بقى، وفي شواديف وحاجات، لان ساعه ما جو عملوا الصبة بتاعت السقف سابوا لنا برضو حاجات في الاوضه دي، عشان هم كانوا اغلب قعدتهم في الاوضه دي فسابوا فيها حاجات كتير. فهشيل لهم كل، هشيل كل الحاجات دي طبعا واخرجها بره، لان انا ان شاء الله ناويه استغل الفرن بتاعي ده. الفرن بتاعي ده زي ما قلت لكم ركناه بقالي اكتر من سنتين، مش بعمل عليه حاجه خالص، بعمل كل شغلي على الفرن اللي تحت، بكسل اساسا ايه ما اطلع فوق، برغم ان فرن الفرن بتاع الخبيز الكبير ده يعني بصوا لو قارنته بفرن البوتاجاز او فرن الكهرباء مفيش ادنى تشبيه بينهم، او مفيش ادنى مقارنه، فرق السماء والارض. فرن الخبيز ده بيطلع الحاجه مستويه وزي العسل اقسم لكم بالله. بس طبعا انا عشان موضوع رقبتي وظهري والغضروف والكلام ده كله، المشاكل الصحيه دي الحمد لله الحمد لله يعني، فبقالي فتره ما خبزتش العيش الشمسي، لان طبعا انتم عارفين العيش الشمسي بياخد مجهود قد ايه. بس ان شاء الله ادعوا لي كده ربنا يقويني واعمل لكم احلى عيش شمس ان شاء الله بقى ايه بطريقه الوحيه بقى، وهعمل لكم عيش على الموز. بصوا هعمل لكم ان شاء الله ان شاء الله شويه حاجات زي العسل. طيب ايه اللي انت شايلاه ده؟ بصوا دي خشبه كده لقيتها هحطها برده في البلكونه، هوريكم دلوقتي بقى المقشه العجيبه الرهيبه دي، مقشه السمر يا جماعه. بصوا اهي، بصوا دي مقشه السمر، دول شويه سمر كده من الغيط وبنجمعهم اهو بالشكل ده وبنحطهم بنربطهم. دي بصوا بنكنس بيهم عند الفراخ، بنكنس بيهم السطح، بنكنس بيهم
الاوض اللي هي بتبقى على السطح والحاجات دي، بص بتخلي الدنيا زي الفل. برضه احطها ايه في البلكونه هنا، وهبتدي بقى دلوقتي. طبعا انا شلت كل حاجه من الارضيه من الناحيه دي، خلي بالكم الناحيه التانيه لسه برضه هعمل كل حاجه معاكم، مش هخبي عنكم اي حاجه خالص. طبعا هنضف بقى دلوقتي، هبتدي ايه اكنس التراب. طبعا انا لابسه كمامه، اهم حاجه ان انا لابسه كمامه، عشان طبعا التراب ده انتوا عارفين التراب ده بيتعب قد ايه النفس وكده. تمام كده. طبعا كنت اتكلمت معاكم في الفيديو اللي فات عن موضوع اول سنه جواز واول مشاكل اللي بتبقى في اول سنه جواز، وفي ناس ايدتني في الموضوع ده، وفي ناس قالوا لي انت يعني حاسينك كده متحامله على الست، برغم ان انا يا جماعه اتكلمت وقلت ان انا والله يعني اتكلمت وقلت اول سنه الست البنت بتبقى لسه جايه من بيت ابوها، لسه يعني مش متعوده على تحمل المسؤوليه وكده. واتكلمت وقلت لاخواتي يعني الرجاله وكده، استحملوا لو برضو يعني لقيت مراتك لسه مش متعوده على تحمل المسؤوليه، ايدك في ايدها واستحملوا بعض. يعني مش الست بس اللي تستحمل، الراجل كمان يستحمل يا جماعه، يستحمل مراته، لان دي تعتبر لسه يعني الف ب ألف ب تحمل مسؤولية. يعني مع بعض كده ونتحمل مسؤولية مع بعض ونتعلم. بصوا بصوا كمية التراب بالله عليكم، بصوا شايفين، معلش بقى أنا أسفة على المنظر، بس أنا برضو قلت هعمل كل حاجة قدامكم بتفاصيلها، مش هخبي عنكم أي حاجة خالص. أهو بصوا هنقل، هبتدي دلوقتي الفرن ده برضو أنا قلت لكم بقاله فترة كبيرة ما اشتغلش، فهتلاقوا فيه كمية تراب فظيعة. بصوا حتى الكيس ده تقريبا كان فيه الدقيق، تقريبا كده كان فيه الدقيق اللي هو بتاع اللي بيبقى مع الطحين ده، اللي هو دقيق السن. فاهو هبتدي برضو اشيله وانضف الدنيا كده كويس جدا، وهكنس الفرن وهنضفه كويس جدا جدا من جوه ومن بره. هو نظيف بس فيه التراب، هو ترابه بس، طبعا هنضفه كويس قوي. وبعد كده برضو هجيب قماشه كده وهمسحه من جوه ومن بره ان شاء الله، هخليه ايه فل، لان هو بقاله فتره طبعا ايه مركون. طيب نرجع بقى ايه لموضوعنا، يا ريت نتحمل بعض، نفوت لبعض. بصوا اول سنه دي بتبقى في دروبات، سيبك بقى حبيبتي من يعني فتره الخطوبه، وسيبك برضو من فتره الخطوبه، اول فتره الخطوبه دي بتبقى كلها وعود في وعود، وخصوصا بصوا الكلامي بقى دلوقتي للبنت، فتره الخطوبه دي بتبقى كلها وعود في وعود، وبتتصدمي اول الجواز كده بتلاقي بصوا اغلب الوعود دي يعني والله انا بصوا مش عارفه، بس ما اعرفش الصراحه نيه الرجاله بتبقى ايه في الخطوبه، يعني لان بصوا حوالي كده 90 او ممكن 95 إن لم يكن 99% من الوعود دي بياخدها الغراب ويطير. فمعلش استحملي أنا طبعا مش بخوفكم من الجواز أو حاجة، لا والله العظيم، بس هو سبحان الله بيبقى كده، هو قبل الخطوبة بتبقى حاجة، بعد الخطوبة بتبقى حاجة تانية خالص. المهم بقى نستحمل بعض كده ونفوت لبعض، مش نقعد لبعض كده بقى على الواحدة ولا أنت عملت ولا أنت سويت، وتبصوا تلاقوا المشاكل أقسم بالله تلات أرباعها تافهة 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 يعني. فده قال لي، ده عاد لي، لا ده كلمني مش عارف إزاي، دي كلمتني مش عارفة إزاي. نستحمل بعض يا جماعة، في الأول إحنا لسه بنكتشف طباع بعض، وبرده زي ما بقول لكم فتره الخطوبه مش ان احنا ما اتعملتش خالص ان احنا نكتشف طباع بعض، لا دي معموله لحاجه تانية خالص. فاحنا في اول الجواز كده بنبتدي ايه كل واحد يكتشف بقى مواهب التاني، فنتحمل بعض ونفوت لبعض، نحاول 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 كده ايه ناخد على طبع بعض، يعني اعرفي طبع جوزك كده وتعودي عليه. الرجاله عامه والله غلابه غلابه جدا يعني، بس انا بشكر فيكم الرجاله غلابه يعني بطبعهم، اقل كلمه واقل حاجه بترضيهم. فحاولي برضو يعني الكلمه الطيبه صدقه، وبرضو يعني اخوات الرجاله يعني الكلمه الطيبه صدقه، الستات برضو غلابه جدا، اقل كلمه واقل حاجه بترضيهم. لو دخلت عليها بورده ورده بصوا بتبقى شايفاها يعني حاجه كبيره قوي قوي قوي، فيا ريت برضو ما تستكترش عليها الكلمه الطيبه والهديه الحلوه ولو ورده كده داخل بيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لنا طبعا في رسول الله قدوه حسنه، اقروا في سيره الرسول، اعرفوا الرسول كان بيتعامل ازاي مع زوجاته، كان بيتعامل معاهم بحب وبلطف وبكل موده وحكمه. طبعا بصوا في قصه شهيره كده اغلبنا اكيد عارفها، ان لما في واحده من امهات المؤمنين بعتت للرسول صلى الله عليه وسلم طبق وفيه اكل، وهو كان في اليوم ده عند السيده عائشه، فالسيده عائشه غارت فكسرت الطبق،
يعني عملت، وهو تقريبا كان في ايد الخادم لسه، فخبطت الطبق وهو في ايد الخادم، فالطبق وقع في الارض واتكسر. فوقتها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يعني ما قامش بقى وقلب الدنيا، لا ده قال ايه؟ قال غارت امكم. لان طبعا رسولنا الكريم يعني عارف طبع الستات، وعارف ان الستات بطبعها غيوره، ودي حاجه هي ما تقدرش تتحكم فيها، سبحان الله، ده ربنا فطرها على كده، فدي حاجه غصب عنها، سبحان الله. بصوا يعني الهدوء وهدوء في الرد. يعني بصوا خلينا بس نقرا في سوره، في سيره الرسول، ونصيحه برضو لكل حبايب اللي هم داخلين على الجواز، اقروا في سيره الرسول، اقروا في سيره الصحابه، اقروا وتعلموا، اقروا عن امهات المؤمنين، حبايبي اخوات البنات، واقروا عن امهات المؤمنين يعني، وتعلموا. يا ريت نتعلم، ويا ريت كل ام تعلم بنتها او تعلم ابنها برضو قبل ما يقبل على الزواج، ان هو برضو يتحمل مسؤولية. معلش، ما هي البنت اول مرة هتتحمل مسؤولية، الولد برضو اول مرة هيتجوز واول مرة هيتحمل فيها مسؤولية، فطبيعي جدا ان هما الاتنين يبقوا طايشين في افعالهم في كل حاجة بقى، فمحتاجين برضو الرأي السديد. ونصيحة مني برضو لكل ام وكل اب، بلاش تتدخلوا في حياة اولادكم، ولو اتدخلتوا فيبقى بالكلمة الطيبة، بلاش نتدخل ونسخن بين الاتنين. لا يجي مثلا الواد يشتكي الام ويشتكي الابو، لا يا حبيبي، لا انت مش غلطان، هي اللي عندها الغلط، هي اللي كذا وكذا وكذا، هي اللي اهلها مش عارف ايه. وعلى فكره بتحصل مشاكل كتير قوي بسبب تدخل الاباء والامهات، فبالله عليكم لو هتتدخلوا يبقى بالكلمه الطيبه، ونحاول نهدي، ونبقى حاطين في دماغنا كده ان هم لسه في البدايه، ولسه الف به جواز، والف به تحمل مسؤوليه، و طبعا محتاجين اللي يوعيهم، محتاجين اللي يهديهم، محتاجين خبرتكم، محتاجين خبرتكم انتم، مش انكم تسخنوهم على بعض، لا محتاجينكم تهدوهم على بعض، تعلموهم يعني ايه تحمل مسؤولية، ويعني ايه جواز، ويعني ويعني ايه ان احنا نتحمل بعض، وان احنا نقعد ونتكلم ونتفاهم مع بعض، اننا كمان نحترم بعض. اهم حاجة الاحترام يا جماعة المتبادل، لان في الغالب في الاول كده، بصوا في الاول كل واحد بيبقى عايز يفرض شخصيته او يفرض سيطرته على التاني، فطبعا ده غلط يا جماعة. طبعا 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 الرجال قوامون على النساء بما يفضل الله بعضهم على بعض، فلازم التفاهم، يعني لازم نتفاهم مع بعض، لازم نتفاهم مع بعض، نقعد كده ونتكلم ونتفاهم، وكل حاجة بالتفاهم بتبقى حلوة، يعني كل حاجة بالتفاهم وبالتراضي بتبقى حلوة، مش جبروت وسيطرة وخلاص كل واحد بقى عايز يسيطر، لا كل حاجة بالتفاهم وبالتراضي. المهم بقى المواضيع دي ما بتخلصش، او المشاكل في المواضيع دي ما بتخلصش نهائيا، وهيبقى لنا برضو كلام كتير قوي فيها. المهم دلوقتي بصوا انا خلصت خلاص الاوضه، بصوا خليتها فله فله والله، بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني الحمد لله خدت مني مجهود، بس الصراحه النتيجه مرضيه جدا جدا جدا. هبتدي دلوقتي اهو ارجع البرش ده مكانه، هعلقه كده، وبعد كده بقى هبتدي ايه ارجع الفرن. بصوا هنا زي ما قلت لكم اهي البلكونه، ظبطتها وخليتها، بصوا ما شاء الله، شلت كل الكراكيب والورق والكراريس اللي كانت فيها، والارض برضو بصوا الاوضه هي نفسها ظبطتها، وحتى نقلت الفرن وكنست وراه وظبطت الفرن، والمقشه الحمد لله اتكسرت برضو من خلال وانا شغاله كده، المقشه بتاعتي اتكسرت الحمد لله، جت في الحيطه كده زي ما شفتوها برضو، صدت في الحيطه كده راحت ايه مكسوره، فالحمد لله. بصوا اهو الاوضه بقت زي الفل، انتظروا بقى ان شاء الله فيديوهات قويه، فيديوهات جايه ان شاء الله قويه جدا جدا هنعملها في الاوضه دي بامر الله. ولو في اي حاجه عايزينها اكتبوا لي تحت في التعليقات، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.